السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل مع بعض إن شاء الله الفيديو ده. هو عبارة عن شكل بيكون في الآخر زي لوجو أو تكست. ده برضو هنعمله بالستار داست. الكلمة دي هتعمل بالستار داست، والأشكال دي اللي هي اللاينز دي برضو بتتعمل بالستار داست. تعالوا الأول نعمل اللاينز، تعالوا نشوف هي هتتعمل إزاي. اول حاجه هعمل كومب جديده هسميها مين، وهعمل طبعا سوليد. واحط عليها الستار داست، هتظهر لي بالشكل ده. تمام، هنيجي على الاميتر وعاوزين نغير في عدته شوية. ممكن نخليه بدل بوينت ممكن نخليه سفير، يبقى كده مثلا. و نقلل شوية من عدد البارتيكلز، ممكن نخليها وليكن 40. تمام، مفيش هنا مشكلة في اي حاجة. ممكن نخلي بس الدايركشن يكون للخارج، يكون outwards يعني لبره، يعني بيطلع لبره كده لحد كده. جميل. في حاجة كمان ممكن نخلي السبيد اعلى من كده شوية، وليكن 300. نشوف، كويس جدا، معقول. ده كده الامتر. تعال نشوف البارتيكل، ننزل تحت كده شوية. برضو مفهوش حاجة، احنا بس ممكن نخلي اللايف بتاعه بثانية واحدة بدل ثانيتين. طيب هنعمل بقى ازاي اللاينز، هنعمل ازاي اللاينز بالشكل ده، يعني تكون نعمل ازاي لاينز. اول حاجة لازم نحط اكزيلري. الاكزيلري ده اللي هو هيعمل ايه؟ الاكزيلري ده اولا هنربطه بالإميتر بتاعنا. ليه؟ إن أنا عاوزاه يكرر البارتيكلز دي أو يكرر الدوائر الصغيرة بتاعتي دي. فلما هيكررها ورا بعض هيتعمل إيه؟ كأنها لاين. جميل؟ فهدخل على الإكزيلري ونشوف إعداداته إيه. مفيش حاجة هنغيرها قوي طبعا. بيقولك إيه هنا؟ أنت عاوز كام بارتيكلز في الثانية الواحدة؟ يعني هنا مثلا ورا كل واحدة، تمام، ورا كل واحدة هيكون كام؟ 100. يعني المفروض الواحدة دي هيطلع منها 100. ممكن نزود شوية نخليها 200. جميل. والسرعة هنا 100، ممكن نقللها شوية، راح نخليناها 50 شوية. طبعا انتوا مش شايفين لحد الآن أي حاجة. ليه؟ انا المفروض بقول له اكزيلري، يعني انا اعمل له كوبي او هعمل له ايه، عاوز اعمل له ايه عدد هنا علشان يكون لي لاين. بس هعمل الكميه دي الكبيره دي منين علشان تكون لاين؟ هعمل الكميه دي من ايه؟ من البارتيكل. هجيب بارتيكل هنا، تمام، وهربطه بالاكزيلري. تعالى هنا وهربطه كده بالاكزيلري. جميل. بس شايفين عامل ازاي؟ ليه بقى؟ لان عندي هنا السبيد بتاعت الاكزيلري المفروض تكون بصفر. لما تكون بصفر هيعمل لاينز بالظبط. جميل. طيب تعال ندخل هنا على اعدادات البارتيكلز الاساسيه ونشوف هنا عندي هنا الحجم نفسه كام. بارتيكلز بروبرتيز ممكن نخليها 5، ممكن تكون 10 كتير إلى حد ما، ممكن نخليها 5. واللايف بير سكند ممكن نخليها في الراندوم 20 مثلا، حد كده. تمام، هاجي على البارتيكل التانية وهسميه دي اوكس بارتيكل، وهنخليها برضو بثانية واحدة، كتير قوي ثانيتين. ونيجي على البروبرتيز بتاعتها ونخليها برضو حجم 5.
تمام، تعالوا نشوف كده لحد كده. انا عملت لاينز شكلها عادي جدا، بس هتيجي بقى بالحركة دي، اللي هي الحركة دي هتيجي بيها ازاي. احنا هنضيف دلوقتي النود جديد، بس قبل ما اضيف النود الجديد في حاجة انا عاوز اعملها. ممكن اجي هنا مثلا واجي على الاميتر اقول له اعمل كي فريم للبارتيكل، طبعا عشان انا مش عاوزاها تفضل كده مستمرة طول الكم، يعني المفروض اتوقف يعني بعد فترة ما. اقول له هنا صفر، كي فريم اللي بعده على طول، ونمشي كده شوية لحد ايه هنلاقي ان ال هنلاقي اللاينز دي بدأت ايه تخلص يعني. طيب كده حلو، ممكن ندخل على البارتيكل الأساسية ونغير من الألوان شوية. أدخل على أوفرلايت، إيه لا مش اوفر لايف سوري، هدخل على البروبرتيز وادخل على السوليد واخليها راندوم فروم جريديانت كولر جريديانت، ونشوف احنا ممكن نخليها بالوان ايه. ممكن اغير الاسود ده مثلا. طبعا الالوان دي يعني انت كمصمم انت يعني حر تستخدم الالوان اللي انت ايه مرتاح لها. ده كده باللون الازرق مثلا، والابيض ده ممكن اخليه وليكن اخضر. هيدي لون حلو، ممكن نغمق الاخضر كده شوية. ليه؟ لان انا هحط له كمان شوية جلو، فالاخضر ده هيبقى فاقع قوي. ممكن نغمق سنة بسيطة كده. تمام كده انا ظبطت الالوان بتاعتي. فاضل ايه بقى كمان؟ فاضل ان احنا نعمل بقى ايه الحركة دي بقى نفسها، اللي هي الشكل ده. ده هيتعمل ازاي؟ طبعا الدخلة دي بكاميرا، لكن حركة البارتيكلز دي نفسها ازاي هتيجي منين هقول لكم. هنحط هنا نود جديد اسمه موشن، او دخلنا كده ده اسمه موشن. الموشن ده بيعمل ايه هنعرف دلوقتي. اولا لازم اربطه هنا بالبارتيكل الاساسي بتاعي اللي هو ده علشان اشوف التأثير. طبعا احنا لسه ما شفناش حاجة، ان احنا لسه ما غيرناش في الاوبشنز بتاعته. هاجي هنا عند الموشن تايب واقول له، طبعا انا مش هشرح ده كله، اللي انا محتاجاه حاليا هو السيركل. طيب يعني السيركل لو انا استخدمتها تعمل لي ايه منطقيا كده؟ طب تعالوا نجرب ايه اللي حصل. خلت شكل اللاينز بتاعتي او البارتيكلز بتاعتي بشكل ايه دائري او حلزوني شويه. لو عملنا كده صفر وحاولنا عايزين نتفرج كده، خلت الحركه نفسها تاخد الايه الشكل الدائري. طبعا هنا هنقعد نغير في الاعدادات شويه علشان ناخد اللوك او الشكل اللي احنا عاوزينه. خلي بالكم هيبقى تقيل الى حد ما، ولسه كمان هنزود عدد البارتيكلز، لان هنا شايفين في هنا في مسافات بين كل بارتيكل والتاني، فده معناه ان احنا المفروض نزود العدد عن كده. طيب تمام كده كفاية لحد كده. طيب وانا هنا ممكن اعدل في ايه؟ ممكن اعدل في الانجل اكس او واي او زد. طيب تعالوا نجرب كده. شايفين الانجل اكس بتعمل ايه؟ مثلا شايفين طيب الانجل واي شايفين؟ طبعا واضح ايه الفرق، كأنها مثلا ايه بتبعدهم عن بعض شوية بس في اتجاه الايه الاكس او الواي او الزد. برضو الانجل زد وهكذا. طيب تمام. طب احنا ممكن نعمل حركة دلوقتي حلوة جدا جدا. ممكن نيجي هنا
مثلا وليكن عند المفروض تخلص عند كام؟ هنا هنا مثلا، وهنخلي الموشن هنا عندنا ممكن نستخدم الواي، ممكن نستخدم الزد، يبقوا ب 0. تمام. طبعا لو عايزين تستخدموا اي حاجة تانية غير الواي والزد ممكن تجربوا. هنا مثلا انا ممكن ازود شوية، ممكن لو عملت 20 تمام كويسة، والزد هزودها برضو شوية حبتين كده. نزود كمان شوية وليكن 45 مثلا، حاجة بالشكل ده. طبعا انتوا برضو لسه ما حسيتوش بالفرق، هنحط ده هنا. طيب احنا ليه ما حسيناش بالفرق لحد الآن؟ في حاجة كمان هقول لكم ليه انتوا ما حسيتوش بالفرق. علشان اساسا احنا لسه ما حطناش كاميرا، ودي مهمة جدا جدا جدا. طيب نعمل layer new كاميرا. تمام 35 كويس جدا، ونستخدم اعدادات الكاميرا. هندوس A وشيفت و B. تمام اتنين دول كده مثلا، هنزوم كمان شوية. لا مش قوي كده، سنة نرجع ورا شوية. تمام ودول هيبقوا في الآخر مثلا يعني. طيب بالنسبة بقى ايه للشكل اللي هيكون في الأول، هيبقى ازاي؟ لو جينا هنا في الأول هنعمل له زوم قوي، زوم جدا طبعا، كمان شوية. بس كده، ونجيب الاتنين دول كده ونجيبهم في الأول. عايزة اجيب دول كده شوية قدام. تمام. طيب ممكن نديلها شكل كمان احلى من كده. لو جينا عند الموشن وموشن اوفر لايف، وحاولنا كده نختار كيرف يكون شكله احسن كمان، ممكن نختار الكيرف ده، اعتقد ده هيبقى مناسب. شايفين ادى شكل كمان احلى، شكل احلى من الاول كمان. ممكن عندك ممكن نيجي هنا للأوكس بارتيكل، و عند الأوفرلايف أوفرلايف سايز، ونختار برضو نفس الكيرف، نقول له ابلاي. تمام حاسه ان الشكل هنا المفروض ده يدخل جوه شويه كده. تمام تمام قوي كده.
حلو كده. طيب في حد كده جميل، ممكن نعمل ايه كمان؟ هنعمل بقى باك جراوند دلوقتي. وحط طبعا جريديانت ريم. ونخليها راديال. خلي ده كده في النص. نشوف كده لون يكون مناسب. و جبت كده ابعده شوية. تمام، هي على ستار داست، وممكن احط له بلو. لو عملت كده احسن علشان اشوف الفرق. فاحنا دي 25، 45 كده احسن شوية كده، اعتقد حلو عن الاول. طيب فاضل ايه كمان؟ عاوزين نعمل حركة كمان احلى من كده شوية. هل ممكن نعمل حاجة احلى كمان من كده؟ اه ممكن. لو جينا عند نجي مثلا هنا قدام شوية، هنا مثلا هنا، وهاجي وهعمل دوبليكيت للإميتر والبارتيكل والموشن مع بعض، التلاتة دول، أحدد التلاتة دول، أحدد التلاتة دول. لا أنا مش عايزة ده. كنترول دي، تمام كده. طيب اللي انا عملته ده هيعمل لي ايه؟ هياخد نفس حركة الموشن برضو بتاعتي، بس هيعملها على بارتيكلز بس، مش هيعملها على لاينز. جميل، هو ده اللي انا ايه عملته. هدخل هنا على الاميتر بتاعي وعاوز ازود العدد شوية واغير في الاعدادات. الاميتر التاني ده ممكن اخليه مثلا 200، ممكن اخليه اقل من كده كمان، والعدد ممكن ازوده. انا عملنا يو، عملنا كده يو. طبعا هو الاميتر التاني، هنيجي هنا ونخلي العدد ده وليكن 150، كتير قوي 150. هنظبط دلوقتي. ندخل على البارتيكل التاني، وطبعا 5 دي كتيرة، ممكن نخليها 2. طبعا 2 دي شايفين قلت بكتير قوي عن الأول. 2.5، 3. 3 حلو، 3 حلو جدا. 3 هيبقى كافي بس. وهنيجي هنا كده كيف فريم التاني ده، عاوزين نطلعه قدام شوية حلوين يعني. كده بس. في ايه كمان فاضل؟ ان احنا لما نيجي هنا، لما الكومب هنا تخلص، الكومب هنا تخلص، لو عملنا يو شايفين، انا عاوزة دي تبقى واسعة كمان عن كده. يعني هعمل كده حركة الكاميرا، اوسعها شوية.
انا حابة حركة الكاميرا تبقى اوسع من كده، ممكن كمان نعمل زوم سنة بسيطة كمان سنة بس كده، ونمسح الكي فريم ده. وانا مسحت الكاميرا صح، كنترول زد كيو، نجيب هنا كده بس كده، حلو قوي. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا هنبتدي نحط اللوجو مثلا بتاعنا او الكلمة بتاعتنا. جميل، لو دخلت على بروجكت وعملت كومب جديدة وسميتها دي وليكن لوجو او تكست عموما، يعني سواء كان لوجو او تكست، كنترول واي، وبرضو هدي هتبقى ستار دوت. ده ستار دوت بتاعنا، جميل. وهندخل هنا ونجيب بريست من اللي موجودين هنا. لو دخلنا على الجرافيك هنلاقي هنا عندنا بنت، نقول له ريبليس، بس هنبقى محتاجين ان احنا نعدل شوية فيه. لو جينا نشوف الحركة هي بصراحة جميلة، بس انا عاوز اعدل فيها شوية، مش عاوزاها تبقى كده. هدوس يو هنا، يو، شايفين هم عاملين ايه؟ اكتر من كي فريم للبنت. فانا همسح ايه الشوية اللي في النص دول، واخلي اول كي فريم واخر كي فريم. تعالوا نشوف، جميل كده. طبعا هنغير برضو الكلمة. لو دخلنا هنا على كلمة ستار دوست تي و ظهرناها شوية ان هي مش باينة اساسا، وهكتب وليكن في حرف هنا زيادة، وعاوزة كمان يبقى بولد عن كده. جميل، ده كويس جدا. 280 مثلا يبقى حلو. تمام، جميل. ونرجع دي 5، نشيل دي ونحط دي كده إلى حد ما معقول. يعني نيجي هنا على البارتيكل ونغير الألوان. طبعا في حالة لو انتوا حبيتوا تغيروا الألوان ممكن تسيبوها، بس عشان طبعا تبقى لايقة المفروض نغيرها. تمام، نرجع بقى للمين بتاعنا ونيجي هنا ونحط اللوجو، وليكن هيبدأ من أول هنا كده. ننزله كده، تحت الستاردست. هنا عندي البارتيكلز التانية عايزاها تستمر فترة أطول من كده. طيب نعمل ايه عشان تستمر؟ ممكن ناخد ده الكي فريم ده تاني. لا مش ده، انا مش عاوز الامبيتر ده، منين خدت الاتنين؟ ده هيبقى زي ما هو، والامبيتر التاني هو اللي يستمر فترة طويلة اهو علشان يبقى ظاهر. جميل، بس لو عملنا كده ان 5 ثواني تقريبا، طبعا ممكن تحطوا كمان جلو او تغيروا الوان يبقى افضل. كمان ندوس صفر،
فينا حاجة عشان أتغلب على النقطة دي اللي هي دي أساسا جاية من البارتيكل الأساسي. ممكن نيجي هنا على فكرة، نيجي هنا وندخل على البارتيكل أساسا نقوله صفر، لا نخليها مثلا 4. ونرجعها زي ما هي 5، تمام. ندوس ست ونشوف ونتفرج. تعالوا كده نشوف الفيديو بعد البريفيو. ده كده البريفيو بتاعنا. طبعا ممكن يبقى فيه تعديلات احسن من كده كمان، خاصة في حركة الكاميرا. اللي حابب منكم يعني يعدل أو يظبط أكتر من كده. كده تكون خلصت محاضرة النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم إن شاء الله، ومنتظرة تطبيقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.